السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا أو قل فضيحة. هذه الفضيحة تقول: الزبيدي يزاحم العليمي في كرسي تمثيل اليمن لمؤتمر المناخ. وإلى التفاصيل، فيما كان ممثلو البلدان المشاركة في مؤتمر المناخ يتقدمون بكرسي واحد على الطاولة المستديرة للمؤتمر العالمي المقام في إمارة دبي، كان رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي وعضو المجلس، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يزاحم أو يتزاحما أمام لوحة اليمن كما تشاهدون. ويبدو أن الإمارات سمحت للزبيدي بخرق البروتوكولات المتعارف عليها بإضافة كرسي آخر للزبيدي بجوار العليمي، واللذان ظهرا متزاحمان خلف لوحة اليمن في مشهد مضحك. وقوبلت الصورة بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الناشدون فضيحة جديدة، في حين تهكم عبد الملك العجري عضو وفد المفاوضات في سلطة صنعاء على مشاركة العليمي والزبيدي في مؤتمر المناخ. وقال العجري في منشوره على منصة إكس: في مؤتمر المناخ واحد شتوي والآخر صيفي، واحد احتباس حراري والآخر انبعاثاته غازية، مضيفا: كان هادي يعمل بمبدأ إذا بريتم فاستتروا. مضيفا: كان هادي يعمل بمبدأ إذا بريتم فاستتروا، أما هؤلاء فيعملون بمبدأ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واختتم العجري تعليقه بالقول: عموما هؤلاء يمثلون يمن دول العدوان، أما اليمن الدولة والشعب والتاريخ والحضارة فهو أسمى وأرفع وأجل من أن تمثله هذه الدماء. طبعا الخبراء هؤلاء متعودون على الفضائح عندهم شيء عادي صراحة. العجري رزعهم رزعة بنت كلب وأعضاهم من الكلام حقهم، يعني أعضاهم حقهم بحسب المقام الذي هم فيه. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.